مجلس الوزراء يجيز ميزانية 2020 بالإبقاء على دعم القمح والرفع التدريجي للمحروقات رئيس حزب المؤتمر السوداني يقول إن الموازنة الجديدة غير موفقة لقيامها على جدلية رفع الدعم مواطنون بالآلاف جلهم نازحون ينهبون مقر بعثة قوات اليوناميد في مدينة نيالا المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا ومرحبا بكم في نشره الاخبار من قناه طيبه والتي تضم الى جانبها موجزا اقتصاديا واخر رياضيا اهلا بكم أجاز مجلس الوزراء مساء الجمعة موازنة العام المالي 2020 برفع الدعم التدريجي عن المحروقات البنزين والجازولين مع الإبقاء على دعم القمح وغاز الطبخ. وقرت الميزانية زيادة كبيرة في مرتبات العاملين بنسبة 100% ودعما مباشرا لنحو 4 ملايين ونصف مليون شخص بواقع 1500 جنيه للاسر الواقعه تحت خط الفقر مع زياده الدعم مستقبلا ليغطي نحو 60 الى 80% من المواطنين واعتمدت الميزانيه مجانيه التعليم الاساسي في المدارس الحكوميه وتقديم وجبه افطار مجانيه لتلاميذ الاساس بجانب مجانيه العلاج في المستشفيات الحكوميه وقال وزير الماليه والتخطيط الاقتصادي ابراهيم البدوي في تصريحات صحفيه عقب الجلسه ان مشروع الموازنه سيتم رفعه خلال يومين الى المجلس السيادي ومجلس الوزراء للاضافه والتعديل بهدف الاجازه النهائيه واضاف البدوي ان الموازنه الجديده ترتكز على ثلاثه محاور اساسيه هي تحقيق اهداف التنميه الامميه المستدامه من حيث تخصيص الموارد والاهتمام بمتابعه البرامج من اجل تحقيق موجهات الميزانيه في مجال التعليم والصحه والمياه والخدمات الاجتماعيه مشيرا الى ان مشروع الموازنه ركز على قطاع الخدمات من حيث ترتيب وتقويم الوظائف وازاله التشوهات في الخدمه المدنيه حيث ترتكز هذه الموازنة على ثلاثة محاور رئيسية. المحور الأول هو استهداف موجهات أو أهداف التنمية الأممية المستدامة من حيث التركيز من حيث تخصيص الموارد من حيث الاهتمام بمتابعة البرامج وتحقيق موجهات الميزانية في مجال التعليم والصحة والبنيات التحتيه لخدمات المياه والخدمات الاجتماعيه بصوره عامه ثانيا هذه الموازنه تاخذ في الاعتبار معاناه الشعب السوداني نتيجه للافقار الممنهج الذي مارسه النظام البائد من حيث التمكين والفساد المؤسسي مما ادى الى اضعاف القوه الشرائيه وإضعاف مستوى الدخل ومستوى المعيشة خاصة بالنسبة لذوي الدخل الثابت أو الدخل المحدود. الأمر الذي دفع هذه الموازنة إلى التركيز على قطاع الخدمة المدنية من حيث ترتيب وتقويم الوظائف وإزالة التشوهات وعدم التماثل الذي طبع نظام الخدمة المدنية في السودان وحيث ركزت هذه الموازنة واعتمدت زياده كبيره في المرتبات وكان رئيس حزب المؤتمر السوداني القيادي البارز بقوى الحريه والتغيير عمر الدجير قد قال ان الميزانيه للعام 2020 غير موفقه لانها قائمه على جدليه الدعم وشدد ديغير خلال مخاطبة ندوة نظمتها لجان المقاومة في مدينة الكاملين في ولاية الجزيرة بحسب صحيفة السودان على أهمية تحقيق استقرار نسبي في الاقتصاد وأضاف أن تطبيق روشيتة صندوق النقد الدولي عبر رفع الدعم وتحرير سعر الصرف لن يحل المشكلة القائمة وهي روشيتة مجربة حيث أثبتت فشلها هذا وقد استطلعت كاميرا طيبة عددا من المواطنين حول موازنة العام 2020 والتوقعات التي يمكن أن تحققها بالنسبة للخلافات الموجودة عندهم إحنا طبعا بنشوف الواقع في السوق وكده لكن والله ميزانية ده بالمناسبة صعب جدا الزمن ده زول يقدر يخمن لكن يعني الحكومة هذه حاجات متروك في يده يعني والله دي صعبة التخمين لكن خيطوا حكومة التوفيق والله أحسن يعني يكون ميزانية الحكومة دي طبعا آه هي جديدة نفس الحاجات الموجودة زمانك من المفترض ما توخذ فيها هنا الاعتبار كده التعليم عنده بود يعني مفترض انه التعليم ده يكون عنده بود براو حتى الخدمات بالنسبة للانحناء بيكون يعني بود يكون مختلف لأنه زمان كان يعني نفقة كان مائل على جهة معينة يعني مثلا نظام الدفاع وكده آه طيب أنا رأيي في الميزانية ظروفي هتبقى إشكالية أحسن إنه يكون في معالجة مثلا متمثلة في المعالجة تمثل مثلا في يضع مثلا يكون في تحديد بتاع أسعار وكذا يعني هذا رأيي كذا يعني ومرتبات والله هي زيادة المرتبات دي صعبة شوية بالتالي إذا 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 زاد المرتب أكيد حتزيد الحياة أكثر من المرتب وده ده, ده نظرتي أنا في الحالة دي نتمنى إنه الميزانية إنه تصلح <applause> الحال أكثر من كده مع انه الحكايه صعبه الناس يعني الحكايه زي ما شايفين يا جماعه حاجه حاصله زي ما بقولوا احنا متضايقين شديد معانين والحاجه أنت حس الحمد لله جينا وشايفين حاجه انه نتحرك بها بنشيل فيها يدينا يعني معانين معانا بس الحمد لله يعني نتمنى يعني تكون ميزانيه حقيقيه يعني والدعم وصلنا الدعم ده يعني الحكومه لو ساعد على خفض التضخم الدعم الدعم ده تلغية. كله تضخم يعني ما ما في دعم حقيقي تواجه اجازه موازنه العام 2020 بتحديات كبيره حيث ارتفعت وتيره الخلافات بين مكونات الحريه والتغيير فيما يلي رفع الدعم عن المحروقات كما يوجد تباين في الاراء بين مؤيد لرفع الدعم ورافض الله أهمية كبيرة وجدتها موازنة العام 2020 باعتبار أنها موازنة حكومة الثورة وهي حكومة الفترة الانتقالية ولا جدال في ساحات المدينة ولا أنديتها ولا بيوتها ولا أسواقها إلا الحديثة حول الموازنة خاصة بعد تسريبات برفع الدعم عن المحروقات مما أشكل على الجميع الفهم والاستيعاب حول المآل أو المصير ذلك لمعاش الناس وأزمات اقتصادية ما زالت متجددة أخذت كل ما عندهم من توقعات حول المعاش وما بين مؤيد لسياسة رفع الدعم ومخالف لها من مكونات قوى الحرية والتغيير وهي السند السياسي للحكومة تختلف القراءات وتتبعثر الاوراق بين الجانبين لانه يعني هذه اعتقد ان هذه الميزانيه بنت كلها على الفرضيات انه سوف الشارع, الشارع سوف يقبل بهذه بهذه الدعومات رفع الدعومات ثم بالتالي يقبلوا هم ياتيهم التمويل من الخارج وده طبعا كان افتراض خاطئ وانا اعتقد انه وجد مو يعني خلاف ووجد معارضه حتى من داخل قوة الحريه نفسها في داخل المجلس الوزراء وفي داخل قياده اللجنه المركزيه لقوى الحريه والتغيير. وتعد موازنه 2020 بحسب خبراء ومختصين بانها ورثت تركه مثقله بالتحديات وتظل معالجات سوء استقلال الموارد تشكل اكبر تحد للموازنه وان المرحله تتطلب اولا قوانين التشريعات لإدارة الثروات القومية وفي مقدمتها قطاع المعادن وكما يجب التركيز على الذرعة وذلك يحتاج إلى قرارات وإرادة سياسية حتى لا تعصف الخلافات الدائرة بهذه التحديات والتي ربما تؤثر على أداء الحكومة الازمه الاقتصاديه في السودان والوضع الاقتصادي في السودان متازم بشكل كبير على الحكومه تحديات كبيره على حكومه حمدوك في عمليه وضع سياسات اقتصاديه ترتبط ارتباط كلي بعمليه السوق وارتباطها بعمليه رفع الميزاني او رفع الدعم او انخفاض الدعم هذا هو الجدل الان الذي يسير على مستوى الشارع العام والحديث حوله والبلاد تمضي نحو أفق بحسابات الثورة وأهدافها ينبغي أن تكون واضحة معالمه بعيدا عن أي مزايدات حول من يدعم الرؤية والرؤية هنا هي الحلم السوداني الذي يجمع أهل السودان حلم الثورة وهو قابل للقياس والتنفيذ ذلك من خلال جهود ينبغي أن تبذل من كافة واجهاتهم السياسية والاجتماعية للوصول إلى واقع يمكن أن يشكل قوى الدولة الشاملة في الأمن والسياسة والاقتصاد رمضان عبد القادر لقناة طيبة الخرطوم افادت مصادر مطلعه بان رئيس حركه جيش تحرير السودان عبد الواحد نور يعتزم العوده الى السودان مطلع العام المقبل لبدء حوار من الداخل. وفي وقت سابق دعا عبد الواحد محمد نور لتوحيد منبر التفاوض لكل القضايا الوطنيه على ان تتم المفاوضات داخل السودان مؤكدا ان حركته تسعى الى تحقيق حل شامل لقضايا السلام وتحقيق دوله المواطنه والعداله والحريه. وكشفت مصادر للعين الاخباريه ان نور سيطلق مبادره من اجل نقل المفاوضات المباشره بين الفرقاء السودانيين الى داخل البلاد كما سيدعو رئيس الحركه الشعبيه شمال عبد العزيز الحلو للانضمام الى تلك المبادره واضافت المصادر ان المبادره حظيت بقبول من بعض الافراد داخل المجلس السيادي الى جانب مجلس الوزراء افتتح النائب الأول لرئيس المجلس السيادي الانتقالي الفريق أول محمد حمدان حميتي أمس الجمعة مجمع عثمان ابن عفان لتعليم القرآن الكريم بحي الضنقلة بمدينة الخرطوم بحري والذي شيده المصنع الماليزي للحديد ودعا حميتي لدى مخاطبته المصلين بالمسجد عقب صلاة الجمعة المواطنين للتمسك بقيم الاسلام وتعاليمه والى التعاضد والتكافل لتجاوز الظروف الاقتصاديه التي تمر بها البلاد واشار في كلمته الى ما تتداوله الوسائط ووسائل الاعلام حول الدين وعلاقته بالدوله موضحا ان هذا الحديث لا وجود له على المستوى الرسمي ودعا حميتي الى المحافظة على القيم الاسلامية وتعمير المساجد والدعوة الى الاسلام الوسطي مؤكدا ان الاسلام هو دين التسامح والوسطية ولا مكان فيه للتزمت والتطرف مضيفا ان الدين الاسلامي الصحيح لا يعرف الارهاب والتطرف دين. وما ادراك ما الدين لكن الكلام دي يا اخواننا كله احنا نسمعوه في الميديا وفي الاعلام في في المستوى الرسمي ما موجود عشان الناس تطمئن في المستوى الرسمي الكلام ده ما موجود فنحن نعمر مساجدنا وديننا المعروف دين وسطي دين معروف ما دين تشدد ولا دين ولا دين ارهاب دين معروف ديننا ده ما بنتخلى عنه وما بنتراجع عنه وما بنجامل بيه اخواننا اصلا ده ما داري لي اثنين ثلاثه اخواننا الوضع الان وضع صعب والبلد غلت بلد غلت فالناس لازم تفقد جيرانها تتفقد أهلها تتفقد الناس تراجع الناس تراجع الناس لازم نحن أخواننا نتمنى أنه الناس كلها تتعاضد وتتكاتف ويا أخوان الحكاية دي فترة بتمر هي فورة لبن إن شاء الله بعد تنزل بتمر إن شاء الله والناس كلها تتكاتف وتشد بعضها بعض هجم نحو أربعين ألف مواطن جزء منهم من معسكرات الدريج وعطاش وكلمة للنازحين هاجموا مقر بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي نميد في مدينة نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور وكشف مدير شرطة ولاية جنوب دارفور اللواء شرطة نيازي الصالح لقناة طيبة عن التفاصيل الكاملة لنهب المقر مشيرا إلى أن مجموعة صغيرة من نازحي معسكري دريج وعطاش هاجمت المقر ودخلت بعرض نهب الأربعاء الماضي متهما جهات لم يسمها بالوقوف وراء نهب مقر يوناميد وأشار إلى أن الحكومة استلمت المقر في الخامس والعشرين من نوفمبر الماضي وأوضح أن تأمينه كان يتم عبر قوات مشتركة من الجيش والدعم السريع وجهاز المخابرات العامة قبل أن تتولى الشرطة مسؤولية التأمين عقب استقرار الأوضاع بالولاية وقال مدير الشرطة إنهم تفاجؤوا يوم أمس بأعداد تفوق الأربعين ألفاً هاجمت مجددا المقر وقامت باحتلاله مبينا ان المهاجمين استفادوا من انقطاع التيار الكهربائي بسبب نفاد وقود المولد تمسك رئيس حركة تحرير السودان بني أركو من ناوي برفض حركته لتعيين الولاة قبل التوصل لاتفاق سلام شامل في المفاوضات التي تجري بعاصمة جنوب السودان جوبا مع الحكومة الانتقالية وحركات الكفاح المسلح وعد من ناوي في تصريح خاص لصحيفة الرأي العام أمس تعيين الولاة خرقا لوثيقة اتفاق جوبا وأضاف أنه إذا تم تعيين الولاة قبل التوصل لاتفاق فسيؤدي ذلك إلى تعليق المفاوضات بين الحكومة والجبهة الثورية إلى أجل غير مسمى وطلب من ناوي قيادة قوى الحرية والتغيير بعدم اتخاذ قرارات فردية من شأنها أن تعيد المفاوضات للمربع الأول مؤكدا تمسك حركته باتفاق جوبا طلب رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول إبراهيم هندور بالإسراع في إعلان نتائج التحقيق الخاصة بشهداء ثورة ديسمبر ودعا اندور عبر صفحته بالفيسبوك قوى الحريه والتغيير الى الاسراع في التحقيق في من قتل الثوار وتقديم المتورطين الى محاكمات عاجله واضاف ان حزبه في انتظار ما ستخرج به اللجان التي تم تشكيلها وقال ان الذين خرجوا يطالبون بالقصاص للشهداء واتهم الحريه والتغيير بالسعي وراء السلطه والاهتمام بالوظائف وصف رئيس حزب الأمة القومية الصادق المهدي رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بالشجاع لقبوله ما اسمها بالمهمة الصعبة والتجربة الخطيرة بتوليه المنصب وأقر المهدي خلال حديثه لبرنامج حوار مفتوح الذي يقدمه ضيادين بلال وبثته قناه النيل الازرق امس بوجود جهات تسعى لافشال الحكومه سواء كانت قوى الرده ام جزءا من مكونات الحريه والتغيير وطالب بانقاذ الفتره الانتقاليه عبر اتخاذ اجراءات اسعافيه في ملفات السلام والاقتصاد واطلق المهدي تحذيرات من فشل الحكومه الحاليه مشددا على ان البديل اما الفوضى واما القبضه العسكريه ومنح المهدي نسبه 40% للحكومه واقر بان وزراء الحكومه فرضتهم محاصصات وصفها بغير صحيحه أشاد عضو مجلس السيادة الانتقالي صديق التور بالدور الأكاديمي والعلمي الذي ظلت تطلع به جامعة نيلين من خلال مساهمات كلياتها المختلفة مشيرا إلى أنها اتجهت انتهجت نهجا خاصا في مجال البحث العلمي عبر منظومة متفردة من الأساتذة وعمداء الكليات ودعا تاور لدى مخاطبة الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الحادي عشر للدراسات العليا الذي تنظم جامعة النيلين بقاعة وزارة التعليم العالي بالخرطوم صباح اليوم السبت دعا المؤتمرين إلى إيجاد السبل الكفيلة بإزالة المعوقات التي تواجه البحث العلمي خاصة عدم توفر التمويل الكافي التي يعاني منها الباحثون ومعالجة قضايا الطلاب الوافدين عبر إيجاد آلية لبناء الثقة وتجسير الصلة بين الجامعات والقطاع الخاص للمساهمة في تطوير البحث العلمي والاستفادة من البحوث نشرة الأخبار متواصلة معكم من طيبة وفيها بعد الفاصل الشركة المصرية للكهرباء تنهي عمليات إنشاء الخط الرابط مع السودان بقدرة 300 ميجاوات من أجل الانتقال سودان يحقق اهداف الثوره وامال الشعب. سودان ينطلق الى الامام ولا يعود بنا الى الوراء. سودان الحريه والعداله والمساواه والتصالح وسياده القانون. سودان السلام والاستقرار والتنميه والتقدم والرفاهيه والازدهار. سودان الوحده والقوه والتفوق. السودان من الثوره الى تغطية إخبارية برامجية شاملة على مدار الساعة. أهلا بكم من جديد الآن نتحول إلى الأخبار الاقتصادية. كشف وزير الطاقه والتعدين عادل علي ابراهيم عن خروج بنك السودان المركزي من عمليات شراء الذهب رسميا وقال ان بنك السودان خرج نهائيا من شراء الذهب بالاتفاق بين وزارات الماليه والطاقه والتعديل والتجاره والصناعه ونوه إلى أن البنك المركزي حاليا في مرحلة انتقالية إذ يقوم بإعلان السعر العالمي للذهب دون أن يشتريه وفيما يتعلق بضمان عدم تهريب عائدات الذهب قال وزير التعدين أن الضمان لذلك السياسة الجاذبة وأوضح أنه بعد وضع سياسة جاذبة لأصحاب الذهب والمعدنين وسعر مجز فإنهم سيبيعونه في الداخل ولا يمكن تهريبه للخارج وأكد إبراهيم أن البديل لخروج بنك السودان المركزي هو بورصة الذهب في الخرطوم السوق الحرة ليتنافس فيها التجار ومصدر الذهب الذين لديهم مقدرة مالية لعمليات التصدير أنهت الشركة المصرية لنقل الكهرباء إنشاء خط الربط الكهربائي مع السودان بقدرة 300 ميجاوات ويتوقع إطلاق التشغيل بالخط بداية الأسبوع المقبل من مدينة توشكي وأوضح مصدر بالكهرباء في تصريح لموقع اليوم السابع المصري أنه من المقرر تشغيل المرحلة الأولى من خط الربط بين مصر والسودان بقدرة 50 ميجاوات بداية الأسبوع المقبل موضحا أنه سيجري تشغيل باقي المراحل تدريجيا لحين انتهاء الجانب السوداني من الأعمال الخاصة بالمشروع وأشار المصدر إلى أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء انتهت من إنشاء الخطوط الهوائية للمشروع بالكامل في وقت قياسي لم يتجاوز الستة أشهر انتهت الأخبار الاقتصادية ننتقل الآن إلى الأخبار الرياضية رئيس بعثة نادي الهلال في تونس سيف الدين أبو كلابيش أن هدفهم الرئيس هو تحقيق الفوز على النجم الساحلي في المواجهة التي تجمع كليهما مساء يوم السبت ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. وطمأن أبو كلابيش في تصريحات صحفية جماهير ناديه على أحوال البعثة وقال أن اللاعبين لديهم عزيمة وإصرار كبيران على تحقيق الفوز وأضاف أن الروح المعنوية مرتفعة لدى لاعبهم وأن الجهاز الفني وضع برنامجه للمباراة مبينا أن الفريق أدى ميرانه الرئيس على أحد الملاعب الفرعية من ملعب المباراة. وأكد أنهم عازمون على الفوز والعودة لإحياء الأمل في المجموعة الثانية هذا وقد أجرى رئيس نادي الهلال أشرف الكاردينال اتصالا هاتفيا ببعثة الفريق مطمئنا على الجاهزية الفنية للفريق قالت مصادر مطلعة للإعلام إن مدرب الهلال السابق حيث مصطفى تراجع عن تدريب الفلاح عبر، على نحو مفاجئ في وقت كان قد أعلن فيه قبول المهمة سابقا بعد تعطل الاتفاق بينه وإدارة النادي وبحسب المصادر فإن الخطوة جاءت بعد خلاف مع إدارة الفلاح حول الاتفاق لم يتم الكشف عنها والأسبوع المنصرم توصل نادي الفلاح عدبرة الى اتفاق مع الكابتن هيثم مصطفى لتدريب الفريق وكان المدرب الشهير بالبرنس قد غادر نادي الهلال مؤخرا بالاستقاله بعد التعاقد مع المدرب المصري حماده صدقي لتولي المهمه الفنيه في المرحله المقبله. انتهت نشره الاخبار اعود مذكرا بالعناوين. مجلس الوزراء يجيز ميزانيه 2020 بالابقاء على دعم القمح والرفع التدريجي للمحروقات. رئيس حزب المؤتمر السوداني يقول إن الموازنة الجديدة غير موفقة لقيامها على جدلية رفع الدعم مواطنون بالآلاف جلهم نازحون ينهبون مقر بعثة قوات اليوناميد في مدينة نيالا شكرا لكم دمتم دم بخير لحياه طيبه